تلقاه من منظور تاني خالص معاك. شخصية المصري في مواجهة المرض، يعني تعاملنا مع اللقاح غريب، إجراءات وممنوع التجمعات، تنزل وسط البلد تلاقي الناس لازقة في بعض في ميدان العتبة، مفيش مكان لنفس، تروح حفلة الويجز ولا لغيره تلاقي عشرات الآلاف، كل يوم حفلة لعمرو دياب. احنا بنتعامل مع المرض ازاي؟ والله انا بالنسبه للقاح الاول انا شايف المصريين مستجيبين للقاح جدا، مستجيبين جدا، نسبه كويسه برغبتهم ولا فعل فاعل؟ ده السؤال، يعني فعل فاعل لازم تاخد اللقاح عشان تروح تسافر. يعني النسبه الكبيره من المصريين مستجيبه للقاح جدا ومؤمنه بيه. احنا مش زي الغرب، يعني احنا يعني الغرب اصله عنده المواطن يعني ممكن يعترض على علاجه وممكن يعترض على حاجات في الدولة، يعني احنا ما بنعرفش نعترض عليها. ما تعترضش على مرضك. انما احنا نعترض على المرض يعني. يا رفاهية يعني. لكن انا شايف المصريين مستجيبين لل، وشايف ان السنة دي اللي فاتت دي في تأقلم مع المرض بغض النظر بقى عن اللقاح. ايوه عايز اسألك على التأقلم. لكن حكاية المصريين انهم هينعزلوا عن بعض ما ينفعش. يعني المترو مثلا بيبقى كلنا عارفين المترو بيبقى ازاي، وبعدين احنا عندنا حاجات اداءات عجيبه كلنا. يعني احنا بنحط الكمامه واحنا ماشيين وحدنا، على ما ندخل على ناس نشيل الكمامه. صحيح. يعني احنا بنعمل اداءات عجيبه جدا، وهي الكورونا اداء عجيب يعني برضه، وبعدين عمال يتطور يخلي البني ادم يتصالح معاه. انا شخصيا تصالحت معاه انك تبقى حريص وخلاص، لان واضح انه بيتحور. وانا ما بصدقش في المؤامرات، بس بديت احس بمؤامره مع الجديد، مع التحور الجديد ده، ان في مؤامره، ان ممكن حد بيعمل الحكايه دي للناس. يعني مؤامره من الفيروس ولا مؤامره من لا مؤامره من الناس، يعني زي اسمه ايه الراجل اللي شالوه ده اللي هو ممنون، ترامب كان بيتهم الصين مباشره، كان يقول لك الفيروس الصيني. يعني ده ملوش علاقه بالشخصيه المصريه اللي، يعني لما نقول 19% بس من المصريين اللي اخذوا اللقاح لحد دلوقتي، رغم ان وزاره الصحه قالت يعني احنا اي حد هيقدم دلوقتي هياخد لان ما فيش قوائم انتظار، لكن ما زال المصريين محتاجين لقوانين منظمه. يعني ما تدخلش مصالح حكوميه الا لما تاخد لقاح، مش هتسافر الا لما تاخد. لا احنا نسبتنا اكتر من كده شويه، واعتقد انه مع نهايه السنه المفروض 40% وتوفر لقاحات. يعني احنا يمكن بلد تقريبا من البلاد القليله جدا في العالم توفر فيها كل اللقاحات، كل انواع اللقاحات. ثم من البلاد برضو اللي عملت مواقف اللي ما حدش يخش مصالح حكوميه الا باللقاء، يعني اجراءات. انا الحقيقه راضي تماما يعني عن اداء الحكومه المصريه في التعامل مع اللقاح ومع كورونا، وكمان سعيد بتفاعل الشعب المصري انه عرف يتعامل مع كورونا وعرف يتعايش ويعيش وما يمنعش نفسه عن الحياه. يعني لانه بره في كمان واضح انه صحيح في حريه اكتر وفي يعني مجتمعات منفتحه اكتر، لكن واضح انه في نفس مذعوره اكتر، يعني الخوف الشديد والرهاب الشديد والضحايا اكتر يا استاذ ابراهيم، الضحايا اكتر يعني، الضحايا اكتر كتير مننا. يعني احنا ربنا كرمنا او تعاملنا احنا الفطري ده البسيط. مصر فعلا ما فيهاش كارثه في الكورونا، مش زي المانيا ومش زي امريكا فرنسا. ده فرنسا لك 200,000 في اليوم يعني. خليه برضو من